تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خرج علينا امبارح رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور. مرتضى منصور ملأ الدنيا صراخا، ولكن انا هتوقف عند جزئيه بسيطه خالص ومش هطول عليكم، ان هو بيقول ان عمره ما شتم محمود الخطيب، وكاننا في كوكب اخر، او بيكلم ناس مش مصريين، بيكلم ناس يعني يا اما من الصين يا اما من الهند يا اما راكنين الفيل بره ومش معاه على نفس الكوكب وعلى نفس الارض. هنسمع مرتضى قال ايه وهنعقب على الكلام اللي هو قاله. هنسيبنا من موضوع الكلام اللي قاله الكتير والمكالمات اللي عملها في كذا قناة، ولكن انا هتوقف عند النقطة اللي هو قالها بتاعت ان هو عمره ما شتم لا محمود الخطيب ولا حد من اسرة الخطيب. بس قبل ما نسمع الفيديو ونعقب عليه، حضرتك هتدعمنا بلايك للفيديو وهتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش في القناة، وهتفعل زر الجرس وهتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. نسمع مرتضى منصور قال ايه ونرجع نعقب على الكلام اللي قاله. نسمع. انا مش فاهم، طب ما انت جبت عيل صايع في قناتك الاهلي سواقي، ومصر كلها عارفه انه السواق بيشيل الشنطه، وقال انا الصندوق الاسود يا جدع، انا الصندوق الاسود يا جدع، وطلع حرامي ونصاب، وطلعته شتمني عندك. تمام، شتمني عندك، والشكوى موجوده بقى في اللجنه الاولمبيه من يومها، وشاف حطب رماها في الزباله عشان انت بيبو الاسطورة. انا اتشتم في قناة الاهلي من عيل صايع، ايه المشكلة؟ ولا حاجة، ولا ليه قيمة. برغم انا دايما بقول على الخطيب اسطورة، عمري ما شتمته. انا كل اللي قلته سألته الشنطة الخضراء دي فيها ايه؟ هي دي شتيمة؟ حضرتك خدت ساعات ولا ما خدتش من الشيخ تركي؟ هي دي شتيمة؟ حضرتك خدت 2 مليون من دولار على المجلة ومن 89 خدوا برجان ومش عارف 2 مليون دول خدته مين؟ هي دي شتيمة؟ ده مش عمري ما شتمتك، عمري ما شتمتك. وحتى لما بكلم عن ست زوجتك الفاضله بقول حرمك المحترمه ست اللي عملت بيها ضدي رخرة. نرجع بقى للجواب. طيب نسمع كده كابتن مرتضى منصور مع مدحت شلبي قال ايه على الخطيب اللي بيقول لك عمري ما شتمته. نسمع كده. انت رايحه لوحدي وما عنديش مشكله، تمام، انما ناس ما تفوت الاجر عشان تروح تشتم، لا انا هجيب امك يا خطيب الماتش الجاي، واحكي قصه ماجده بتاع عين شمس، ما انا مش ما انا مش هسكت انا كمان، واحكي قصه التونسي، ما انا مش هسكت، لان قله الادب يا استاذ مدحت سهله. ناس ما تفوت الاجر عشان تروح تشتم، لا انا هجيب امك يا خطيب الماتش الجاي، واحكي قصه ماجده بتاع عين شمس، ما انا مش ما انا مش هسكت انا كمان، واحكي قصه التونسي، ما انا مش هسكت، لان قله الادب يا استاذ مدحت سهله. واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس المحترمين بالطوب. عارف كنت مره اخرى استاذ مصطفى. استاذ خالد ازيك؟ استاذ ايهاب ازيك؟ استاذ منتظر ازيك؟ اهلا بحضرتك يا استاذ رايز. انا دول محمود الخطيب. الولد مرجان ليه تسجيلات مع الولد اللي اسمه ماهر عبد العزيز؟ ها؟ ازاي ينزلوا الالترس ويعملوا صفحات يشتموا الزمالك ورئيس النادي؟ وايه اللي حكى قصه ماجده مش عارف اطبق عليها؟ وايه اللي حكى قصه ماجده مش عارف اطبق عليها؟ تم الواد مرجان يا محمود. وايه اللي حكى قصه ماجده مش عارف اطبق عليها؟ تاني من ساعه ما اطبق عليها انا لو منك ما نزلتش من بيتي، ادي واحد. انا بس بفكر محمود الخطيب، بفكره اللي راجع الالترا الثاني وبارك له، لما الولد المذيع التونسي كنت انت رئيس نادي قال على لعبتك المحترمين المصريين هناخدهم جبل الشواذ عشان هم شواذ، وهناكلهم الاكله اللي تاكلها النسوان في ليله الحنه، يعني معناها كلمه سافله. مين اللي رد؟ حضرتك رديت عليه. انا اللي رديت، ادي واحد. اتنين، لولا ان انا اتكلمت والراي العام التونسي كله قام، تمام، انا اللي حميت لك ولادك. لما يجي عيل تافه معقد نفسيا من شكله اسمه ابراهيم المنيسي يقول لي بقى جه اليوم اللي جانب اللي هو بقى ايه رئيس تحرير مجله الاهلي. ها ايه اللي حصل يا استاذ؟ قول لي بس ابراهيم المنيسي قال ايه؟ جه يا اخو ماجده بس اللي هو بقى ايه رئيس تحرير مجله الاهلي. يا محمود يا خطيب يا اخو ماجده. وهبتدي احكي بقى يا اخو ماجده. ايه اللي حصل يا استاذ؟ قول لي بس ابراهيم نسال ايه؟ جه اليوم اللي جانب السنغالي هو اللي فيها، تمام يا صايع.
عدويه استثنائيه في اي وقت. لا الزمالك قال مصر ما فيهاش امان. جه اليوم اللي استاذ ابراهيم منيسي يا مريض نفسك هو الزمالك هو اللي يا جيل الادب تاني يا محمود الخطيب لم كلابك. هحكي قصه ماجده من اولها تاني وعندي كل اللي قاله تركي الشيخ عنك. خليك محترم بقى. كل ده مرتضى قاله ده جزء بسيط قاله على مين؟ على الكابتن الخطيب ان هو مش عمره ما شتم الكابتن الخطيب. طيب نشوف قال ايه على بنت الكابتن الخطيب. لما بنت الاستاذ محمود الخطيب نور تطلع النهارده بقت الست ايه احمد شوقي وكاتبه قصيده لكل وطن يحميه ويصونه ولكل مبدا يحكمه ويلتزمه ولكل كيان يسعى لرفعته. طبعا مش هي اللي كاتبه الكلام حد كان مش مشكله خلاص. واعلاها رايته فانني فنيت عمرا وتحملت ما لا يتحمله بشر ايمانا بالوطن والمبدا والكيان. فانت لي انا الوطن والمبدا والكيان الاهلي فوق الجميع. لا الاهلي فوقك انت وابوك اولا اللي انت فوقك انت وابوك المبدا والكيان الاهلي فوق الجميع. لا الاهلي فوقك انت وابوك اولا اللي انت كاتباه ده اول. طيب ما تسالي الوالد المحترم انا ما اعرفش هو اسامه حسني جوز حضرتك ولا جوز اختك اللي بياخد 100,000 جنيه من قناه الاهلي تمام يعني ما حد بس يفهمني جوز حضرتك يا ست نور ولا جوز اختي حضرتك اللي بياخد 100,000 جنيه في الشهر وفي ناس في النادي الاهلي مطرودين. طيب سمعنا مرتضى منصور قال ايه؟ بيتكلم على الكابتن الخطيب بيقول ده حبيبي ده انا عمري ما شتمته عمري ما قلت عليه اي حاجه وانا جبت لكم اهو مع مدحت شلبي قال له هجيب يا خطيب وتطاول على والدته وبعد كده قال اتكلم على الست اخته الست المحترمه الملتزمه المؤدبه اللي لا اتسجنت ولا دخلت سجن ولا الكلام اللي بيقوله مرتضى ده ولا الادعاءات ولا قله الادب والسفاله دي وست كبيره وست جده عندها احفاد ومره طلعت قبل كده قالت انا عندي احفاد عيب الكلام اللي بيتقال عليا ده وهو ما يعرفنيش ولا يعرف عني اي شيء. فمرتضى منصور بيخلط الاوراق ما بين ماجده اللي هي الممثله والظاهر ماجده بنت قصدي تبقى اخت كابتن الخطيب وتكلم على نور اللي بتشكر في ابوها وبتقول الاهلي فوق الجميع ما هو معروف ان الاهلي فوق جميع العاملين فيه تقول لها فوقك انت وابوكي وبتتكلم وبتقول المذيع التونسي المذيع التونسي كان جايبك يتريق عليك يتريق عليك فمش لاقي حاجه يقولها فانت بتقول لهم اكرموا النادي الاهلي فهو قال لك اه هنكرمه ونديه مش عارف ايه. اه طبعا الكلام اللي قاله ده غلط وكده هو عيل اراجوز ولكن هو اصلا مستضيفك عشان يتريق عليك انت مش يتريق على النادي الاهلي. انت مش فاهم حاجه اصلا وعرفت الكلام ده بعدين لما بتسال ساسي او بتسال النقاز وبيقول لك بتقول له انت في واحد مذيع تونسي استضافني واسمه كذا كذا وكذا راح قال لك سيبك منه ده مهرج او زي باسم يوسف او كده بيعمل برنامج توك شو كده كوميدي. فهو اصلا كان مستضيفك عشان يتريق عليك انت مش يتريق على النادي الاهلي. ووقتها انتفضنا كلنا والاعلام الاهلاوي كله انتفض حتى سيد عبد الحفيظ انتفض وقال ما ينفعش احنا مع بعضنا نقطع بعض لكن ما حدش غريب يتريق. رحت انت عملت ايه بقى جبت شاشات وعرضت بتاع الاهلي وتقول لك حميت النادي الاهلي. حميتنا من ايه؟ ده انت سبت اعلامك يهوى ويقل ادبه ويخلي العيال اللي بتوع الجماهير يضربوا هشام محمد ويعوروه لما كان في الاتوبيس. يعني لا حميت ولا استويت ولا زدت ولا عدت. ده انت اعلامك هو اللي ودانا في داهيه. راح وقفوا وليد ازارو تاني يوم بعد ما قلت التيشيرت وقطع التيشيرت والاعلام بتاعنا هو اللي خرب الدنيا وبهدل الدنيا. خالد الغندور في قناه الحدث هو احمد جمالات ورضا عبد العال قال لو انا من الحكم كنت نزلت ضربته. فلت وعجن كتير كل ده. يعني انت موقوف من اللجنه الاولمبيه بشكاوى كتير. الناس كلها مشتكياك يا سيدي. انت سبت حد لما شتمته؟ ده انت لو تعرفني كنت شتمتني. لو تعرف الفانز اللي مشتركين عندي في القناه هتشتمه. انت ما سبتش حد لما شتمته يا مرتضى. الفيديو بتاعنا انتهى النهارده. انا بشكركم مره واثنين وثلاثه كل اخواتي الاهلاويه. هدفنا ان احنا نبين بس كذب الناس دي وفي فيديوهات تانية تابعوني الله يخليكم الايام دي لان عندنا كم كبير من الفيديوهات. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد عن النادي الاهلي. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة والسلام عليكم.